بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا اليوم الفضيل المبارك الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر جماد الآخرة لعام 1442 الموافق للأول من فبراير لعام 2021 ميلادية، وأنا الآن في أحد الآبار النبوية وهي البئر التي نسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وهي بئر غرس، ويقال غرس كما يقال غرس على وزن شجرة، وهي كلها لها تخريجات وتفريعات في اللغة العربية، كما يمكن أن تكون اسمها أيضا غرس بالبناء للمجهول. هذه البئر النبوية هي التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه بقوله: إذا مت فاغسلوني من بئري بئر غرس، أو كما مر في الألفاظ سبعة قرب. في رواية أخرى من آبار شتى، أي في مرضه صلى الله عليه وسلم، فهو غسل في مرضه من آبار شتى في بعض الألفاظ، وفي بعض الألفاظ بسبع قرب. وهذه التي غسل فيها صلى الله عليه وسلم غسل في بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، غسله بها علي بن أبي طالب، وهي في ضمن الآبار السبعة الواردة في قول الناظم أبو اليمن بن أبي البركات المراغي، حيث يقول: إذا رمت آبار النبي بطيبة فعدتها سبع، مقالا بلا وهن أريس وغرس، رومة وبضاعة كذا بصة، قل بئر حاء مع العين. فهي أحد الآبار النبوية السبعة، ويظهر لي أن الآبار السبعة النبوية وإن كان عدد مجموعة من العلماء من ضمنهم الإمام السمهودي عدد 20 بئرا، ومن المعاصرين الأستاذ عز الدين مسكي ذكر 22 بئرا من الآبار النبوية، لكن يبدو أنها خصصت هذه السبعة إما لشهرتها، وإما لأنه ربما كان منها أخذ المياه لغسله صلى الله عليه وسلم إن صح هذا القول، ولذلك كان شهرتها عريقة وعميقة. والآن الحمد لله بصدد تهيئتها وإعادتها من جديد، وكانت فوقها مجموعة من الحديد ثم ألغيت، والآن نحن في طور البناء لها من جديد وإخراجها إلى حيز الوجود. وهذا أحد الدرج أو درج للصيانة كما ترون في هذا المكان المقوس لصيانتها وتنظيفها، وقد ظهرت الآن بعد هذا بعد عمل الترميم لها. يذكر أو الجدير بالذكر أنا في المدينة بئران تحملان هذا الاسم حسب عز الدين المسكي وغيره، الأولى هذه وهي شرق مسجد قباء بنحو كيلو، وأخرى غرب مسجد قباء وهي مسمى بئر عذق، فكان اسمها بئر غرس وهي البئر الغربية، وإن عارض في ذلك بعض الناس إلا أن هذا ما توصل إليه هؤلاء البحاثة. ويوجد أيضا على غرار هذا الاسم واد في خيبر فيه سد كبير المسمى سد الصهباء قديما، والمسمى في الأخير سد البنت، هو في وادي غرس على نفسه اسم هذه البئر، فيبدو أنها من الأسماء المنتشرة في ذاك الزمان. وقد مرت بأحوال عديدة هذه البئر، فقد كانت معمورة حتى القرن السابع والثامن الهجري، ثم حصل لها بعض الإهمال، فجاء أحد الأمراء الأكراد ونظفها وأعاد صياغتها وصيانتها من جديد، ثم لا أدري متى اندثرت، وهي الآن في طور الإعادة والإخراج كما كانت من قبل. يجدر ذكره أن شرق هذه البئر توجد بئر سميحة، وهي البئر التي وقع عندها قتال بين الأوسي والخزرجي، وأصلح بينهم فيما بعد جد حسان بن ثابت وهو المنذر ابن حرام، وهو جده الثالث. وإلى شرقه قليلا بئر سلمان ومزرعة سلمان، ويذكر في أحد الأقوال أن بجوارها الأعواف أحد صدقات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المنطقة كلها في العوالي بها هذه الآبار المباركة، وبها صدقات النبي صلى الله عليه وسلم السبعة، وهي التي أهداها مخيريق
للنبي صلى الله عليه وسلم عقب غزوة أحد بعد أن مات، وهي سبع أبار وسبع حوائط أهداها، وهي على الترتيب الأبجدي الأعواف وبرقة وحسن والصائفة وقبلها الدلال ومشربة أم إبراهيم وميثب، كلها في منطقة العوالي، وهي من المناطق ذات الجودة العالية في الثمار والزروع، ويمر منها المياه المتجهة من جنوب المدينة إلى شمالها فيغذيها وينطلق إلى السافلة، وهي غرب جبل أحد سافلة المدينة. ترون في هذا المكان هذه الحجارة الكبيرة الموضوعة عند حافة البئر وطرفه، وترون هذه الجوانب على اليمين وعلى الشمال بما كان يسمى القرن أو قرني البئر، وهي بجوار مدارس الشاوي. يذكر أن هذه البئر في قول بعض أهل العلم قالت أتوقع أنها من صدقاته صلى الله عليه وسلم، عفوا، أنها مما اصطفاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النضير، كما يتوقع ذلك السيد الأستاذ عبد الله مصطفى الشنقيطي توقعا وليس خبرا مؤكدا. كما أنها في ملتقى مساكن اليهود والعرب من اليهود بني النضير، وكذلك من بني قريظة، وكذلك من العرب، حيث هي متوسطة بين مساكن جشم ابن مالك أو جشم ابن مالك وبين جنوبا منازل بني زيد ابن قيس ابن عامر ابن مرة ابن مالك ابن الأوس، فهي منطقة التقاء بين هذه القبائل الثلاث، يهوديتان وعربيتان الأربع، والله أعلم، في توقع وتقدير، يعني ليس خبر يقين، لكنها كذا تحكي الكتب التي تذكر الأماكن، وبإمكانك أن تخرج بهذه النتيجة. الحديث الذي ذكره ذكر عن علي رضي الله عنه وموجود في سنن ابن ماجة رحمه الله تعالى، وهي شرق وادي بطحان، ومن قبله وادي المسمى مهزور جفاف وجفاف، وهذه الأماكن القادمة من الحرة من ناحية الجنوب تمر بالقرب من هذا المكان، يليها في هذا الاتجاه الجنوبي الشمالي عفوا الغربي يليها تربة صعيب لبني الحارث ابن الخزرج الشهيرة. فهذه المنطقة مليئة بالآثار ومليئة بالآبار ومليئة بالآطام والحصون السابقة ومساكن الأوس بالدرجة الأولى، وقليل من اليهود في هذه المناطق، وفي الشرق كثير منهم من هذا المكان. كان معكم في هذه التغطية أحمد الشرفي أبو أسامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.